كم مسرح في مصر؟ عندنا 11 11 فرقة. إيه؟ 11 فرقة بالإضافة لثلاث دور عرض. 11 فرقة وثلاث دور عرض. كم يعني ثلاث دور عرض زائد ال 11 فرقة دول، 11 فرقة بمسارحهم زائد ثلاث دور عرض ممكن أنا تعرض فيهم بجانب ال 11 مسرح بفرقهم. تمام. قد إيه من المسارح دي شغالة وقد إيه متوقف؟ والله هو أنا ما جيت كان في حركة صيانة وإنشاءات جديدة في أكتر من نص المسارح تقريبا، في يعني أنا بقول إن ده كان قرار. صيانة وإنشاءات قعدت قد إيه بقى في؟ لا مش قعدت، هي 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 بعقود تمتد لست أشهر تقريبا، ودي مسألة طبعا قاسية جدا بالنسبة لنا. ف يعني هل أصلا في التزام بست شهور من السنة تخلص يعني ولا احنا لا لا لا، أصل دي التزامات مع جهاز الخدمة المدنية بالجيش ومع وزارة الإنتاج الحربي، فدي التزامات تعاقدية ما فيهاش فصل. لا اللي احنا بنتكلم على إن احنا نخفض المدة يعني عشان ما نوقفش الحركة الثقافية، وهم مشكورين يعني أنا بوجه لهم رسالة شكر كبيرة يعني متجاوبين معانا في ده. فإن شاء الله عندنا متروبول هيفتح يعني إن شاء الله في بداية شهر 9، مسرح بيرم إن شاء الله في آخر 8 هنفتح عرض كامل، عندنا كمان مسرح السلام هيفتح خلال 3 أسابيع. كان لسه مفتتح من سنة تقريبا. زي تقفل. هقول لحضرتك اللي حصل، إن ما تم تجديد مسرح السلام في حزمة إجراءات للحماية المدنية بيسموها الكود المصري. الكود المصري للحماية المدنية، فتبنى على الكود اللي كان موجود في وقتها أو تم التجهيز على هذا الكود. خلال سنتين تم تغيير الكود يعني؟ وده بقى لحضرتك. فأصبح مضطرين إن احنا نغير بعض التغييرات في شكل الترمبات، في شكل التمديدات، في كذا أو في كذا.